مادي يعني مسألة سواء بالنسبة للأعضاء أو بالنسبة للجماعة، الأعضاء في حدود المستطاع أو الاتفاق على المعايير، وبالنسبة للجماعة كذلك لهذه الناس اللي مضطرين للزلزال، الفاشي عادية الزلزال، شنو رأيكم باش نديروا في النقطة اللي جاية؟ مزيانة السيد الرئيس، مزيانة، ناخذ الاقتراح على أن نواقف جماعة تقنع. شنو من الاجراءات القانونيه اللي كتتاخذ مع واحد الموظف ما بغاش يخدم ولا تيرفض يخدم ولا تيرفض؟ اولا كندير ليه انذار، اولا انذار، ثاني ولا تبادى في الفعل ديالو كنحيلو على اللجنه التاديبيه او المجلس التاديبي وكنحبس عليه الخمسه وانتهت الصفه ديالي معاه، صافي مابقاش خدام عندي. الاتفاقية الخاصة بتسديد إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف المتعاقدة من أجل إنجاز إشراف برنامج الكلال العمومي المجدمة وفق مبادئ النجاعة الطاقية على مستوى المجال الترابي لجمع سواد طبقا لمقتضيات اتفاقيات الإطار للتعاون والشراكة من أجل إنجاز برنامج الكلال العمومي المجدمة بجهة الشرق وفق مبادئ النجاعة الطاقية ومشتركها فيما يليق بالاتفاقية الإطار. أهداف مكونات البرنامج، يهدف البرنامج موضوع الاتفاقية الخاصة بتسديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في وزارة الصناعة والتجارة لغرض تملكات المحلات، لأن في رسالة إلى السيد وزير الصناعة تتضمن ما يجب هذوك الشروط، يعني اختارت المسؤول بعد بالنسبة لمن سوى وضعيته القانونية، اللي غادي يسوى عندنا الوضعية القانونية كتجي النقطة الثانية. لا بطبيعة الحال حنا خليناها. نخليناها بين قوسين لانه ربما الشروط هذو الوزاره تطلب منا شي حاجه اخرى غادي نضيفوها. المهم حنا من بعد ما غادي نديروا لجينه قانونيه لتتبع المهن ديال المحلات، ومن بعد انه اللي غادي يقدم لنا ويسول الوضعيه ديالو ويخلص الواجبات الكرائيه وما الى ذلك، حنا ديك الساعه غادي اللي غادي يرفض القرار، اللي عنده القرار مدير العام لشركه العمر، اللي عنده القرار بحال مدير المحله اوكي، ولكن غادي يحضر. إذا الإخوة المستشار السي حسن كيطلب من الأعضاء اللي بغى باش يساهم، من الأعضاء باش يساهم ماديا في صندوق الجائحة، في صندوق الجائحة غادي يساهم الأعضاء. هذا واجب. إن شاء الله. بالنسبة عندنا النقطة الأولى غنمر، واش بالممكن تهضر معنا تفسر لنا بالعربية؟ ما تفسرناش بالعربية. شكرا سيدي المستشار. كانوا السيد المدير إذا كان ما يقدرش يجي للاجتماع وما بقى السيد باش الدخول ديالو، كيفاش خصو يحضر؟ لأن راه هو الشخص التاسع اللي تعاقب عن الإدارة ديال العمرة بالنسبة لسنة 9 و10. حنا عارفين بانه المشاكل اللي كتعيشها الجامعه مع الاداره ديال العمره، من نهار اللي مشاو الناس للولا ضروري باش نذكروهم لان تعاملنا معاهم. السيد الدوري والسيد المساوي، السيد الدوري والسيد المساوي ما كانش المخاطب تقريبا، ما كانش المخاطب ديال الاداره ديال العمره مع الجامعه. ربما هذه المده ديال 5 سنين ما استعينش الاداره ديال العمره على حسن هي اللي كتعمل بها الجماعه مع يعني الضمانات اللي كتعطيها الاداره ديال العمره وكتكملها، الى انه مؤخرا كانت ناقصه هي المقاوله
جات مقاولة الدولة خدات المارشي لسوء الحظ في الوقيته فاش كانوا غادي يكملوا الدوسي ادمينستراتيف ديالهم تراجعوا يعني عاودوا طلبوا هما لا ريزيليياسيون عاودنا لونسينا ان نوفو مارشي لو مارشي جديد تأجوجا هذه تقريبا واحد 10 ايام تقريبا باش تأجوجا يعني كاينه مقاولة جديدة دابا الصراحة جات الفترة مش قاعد دفتر يوسف اليوم ما زلت نهضر على مشكل تقني مشكل سي بي اس مشكل انقاذ السيد المستشار ربما ما كنتيش انا ما سمعتيش دابا لا غير تسمع نقولك اللي غادي تقولو لانه واخا قلتي دابا غادي نأجلو اسمعني وانا نقولك غادي نأجلو هاد النقطة حتى يحضر معنا المدير ديال العمران شخصيا هو اللي ياخذ القرار وداك الشيء اللي بغيت تقولو قولو عنه ولا بغيت تدير شي حاجه دابا رساله باش المدير باش الكريم وصل هذا السيد المدير حنا ما غير نصطوي على المشاكل الاداريه ديال المدير ديالنا كنتشوفوا دابا الاداره ما فيها استمراريه ما خصش توقف ولكن حنا اليوم ب 2007 العمر ما تبدل زياده جديده ولا استثمارات اخرى فمش صعيب كتلقى التجاوب ديال الجماعه كتقاد الامور ديالها الوريقات ديالها الرخص كتبيع كتشد الفلوس ديالهم شي بحال في المنطقه ما عندنا المرايا اليوم حنا مازال كنطالبوا اشياء اللي داروا في 2006 نهار اللي حضرتو ما بغيتوش تسنيو يعني كيقول لك نفس النقاش اللي قال لك السيد البشير السيد الرئيس هذا هذا شنو؟ مفتوري تبوس اللي خرجنا في معين ديال لونفوال ما بغيتوش تسنيو يعني شنو الدور ديالكم؟ على ميسيون نصوب هذاك الطريق اللي دور بوستا ذاك الحاجز ما بغيتوش تسنيو معنا شنو نسنيو عليه؟ على الطريق على ذاك الطريق ذاك الحاجز ما بغيتوش تسنيو نقول لكم ما عندناش غير تسنيو المحضر ديالكم ما بغيتوش تسنيو على ذاك الحديد اللي بغينا نصوبو ديالنا واش عندنا المحضر في الماشي؟ عندكم كاين التوفيق ديالكم لا ما كنتي حاضر معايا ما كاينش في الماشي باش نتفاهموا لا ايوا واحد الحاجه سيسر واش ممكن لانه حنا غادي ناخذ مقرر واش ممكن غادي تتصل بالسيد المدير دابا اتصل به لانه انت ما عندكش القرار في ما باش تسمي معنا واش تتصل به باش هو غادي يقول لنا بانه هذا الشيء غادي نلتزموا به باش حنا ندير درنا الاخر هذا الشيء قلت لي راه غادي نمشي ندير ليتود من ديك الخطره دابا راه شي عام وشي حاجه راه مازال ما شفنا حتى شي حاجه مازال ما كملنا كان واحد كانت فيها واحد الفتره كانوا فيها لي زيتود وكانوا واحد التعليمات على اساس ان لي زيسباس ديال العمل بمره كامله كانوا تقريبا حابسين حيت كان المشكل ديال الضغط المالي كان واحد الوقيته لي زيسباس ديال ما كانوا يقصوا كامل زعما ماشي في على ما تعاودت على ما عاوتاني كانت الامكانيه باش نخدموهم هي فاش وقع هذا الشونجمون هي وقع التغيير ديال لا تقرر عندك الصفه باش تقرر على حسب شنو قال لا غير بلاتي شوف الا غتسرد علينا التاريخ كنعرفو الا تقدر تلقى حلول على هاد الناس في هاد الشيء اللي متعطل قولها ولا ما قدرتيش قولها حيت البارح عشت انا وياك واحد اللقطه في الاجتماع ديال العماليه ما قدرتيش تسني ما قدرتيش تاخذ قرار قلتي تيجي المدير ياك الا ما كنتيش تقرر معانا نتسناو تيجي المدير غير بلا تنكمل حيت فهمت دابا انت عينو قال لك تمشي تحضر الجلسه مع الجماعه ديال السكون ياك دابا انت كتجاوبنا على شي حاجه في التاريخ وغير بلا دابا كتقول لي طرونشكات الشطر الرابع اطار وسط خص يدخل المدير الجديد ويتاقلم ويعرف شنو الواقع عاد خدمه تمشي